شكرا للدكتورة عدالي الفضلي، فعلا موضوع وايد مهم، شلون الواحد يقوي مناعته النفسية. علشان شذي أيضا موضوعنا القادم متعلق في هذا الموضوع، لأن العديد من الأسر يعانون من تصرفات أطفالهم السلوكية داخل المنزل، خاصة في ظل أزمة كوفيد 19. علشان كذي لازم على هذه الأسر استخدام أساليب وطرق مختلفة للتعامل مع أطفالهم داخل المنزل علشان ما يأثر هذا الوباء على شخصية الطفل تحديدا. راح نتعرف أكثر على هذا الموضوع مع ضيفتنا أستاذة عائشة العياف، مستشارة مرحلة الطفولة، منسق محلي لمنظمة اليونسكو. صباح الخير، حياك الله معنا أستاذة. صباح النور، حييك حبيبتي، تشرفت فيكم. حياك الله. يا صباح الخير استاذه عائشه، وانا سعيده في لقائي معك اليوم، وراح نتكلم عن اهم عضو بالاسره الا وهو الطفل. ازمه كوفيد 19 لامست كثير، نقول اقتصاديا، نفسيا، اجتماعيا، اسريا، نتحكي عن الطفل. الطفل وتعاملنا مع ازمه كوفيد 19 وخصوصا في هذه الموجه الثانيه اللي جات، احنا بذرنا وعلمنا الإرشادات الصحية، لكن سلوكيات الطفل باتت عند البعض خارج عن السيطرة. حابين نتكلم عن الطفل وسلوكياته. حبيبتي الساعة المباركة. طبعا احنا خلال هذه الجائحة بالفعل احنا كنا نعتمد يمكن بجانب أكبر على تعليم الطفل بعض السلوكيات، انه هو يروح المدرسة ويتعلمها، لكن خلال هذه الفترة وخلال مثل ما تفضلتي الموجة القادمة ان احتمال بقاء الطفل مدة اطول في البيت، فانا اقول ان هذه السلوكيات ممكن تتغير اللي احنا بالبداية غرسناها وساعدتنا المدرسة عليها، لان هذه الفترة غياب دور المدرسة وانشغال بعض اولياء الامور قد يغير الغرس اللي غرسناه، لان ما في استمرارية لتعزيزه. فاحنا هنا نتكلم عن بعض الانشطه ممكن ان احنا نقول اللي نكون نمارسها في البيت، ولو لا سمح الله واجهنا حظر جزئي او كلي قادم نكون احنا مستعدين له. فانا انصح دائما ان خلال هذه الفتره ان نوفر في البيت مثل حوض الرمل والمي على حق الطفل في البيت. ليش؟ لانه يساعد على تفريغ الطاقه اللي عنده على ممارسه بعض الانشطه اللي لما يستخدم فيها الرمل فيكون فيها توافق بين العضلات الدقيقه والغليظه في ايده، فيكون عنده قوه في استخدام ايده والسيطره على عضلاته. هذا هيئه حق القدره على مسك القلم وممارسه بعض المهارات اللي عاده يهتمون فيها اولياء الامور. طبعا احنا ندري ان دائما ولي الامر يحاتي القراءه والكتابه، صح، لكن على الصعيد الاهم من وجهه نظري يعني المتواضعه اقول مهارات الحياه اهم. فاحنا يفترض ان احنا نوفر حق الطفل بعض مهارات داخل المنزل، ووقتنا الحين احنا قاعدين نطلع فنجهز كل الاشياء اللي نحتاجها، لو لا سمح الله اضطرينا للبقاء في البيت مده طويله فاحنا نقدر نستفيد منها في هذيك الفتره القادمه. نعم بالضبط كلامك استاذه، وفعلا يعني مهم جدا ان الاهل يكون عندهم هذا التفهم لنفسيه الطفل وحالته ايضا المزاجيه حسب الاخبار اللي احنا يمكن حتى نتداولها اثناء وجود الاطفال. ف في بعض الناس تقول ان احنا عيالنا ما كانت عندهم مشكله العصبيه او العناد، لكن مع ازمه كوفيد 19 والمتغيرات اللي صارت في العالم وحتى بالنسبه لعدم ذهابه للمدرسه وكثير من الامور تغيرت على الطفل، صار في طفل عنيد، في طفل عصبي داخل البيت، هني شلون الاهل يتعاملون مع هالحاله؟ خلينا نقول بس هو العصبيه تختلف عن العناد. خلينا ناخذ العصبيه اولا. الظروف اللي قاعدين نمر فيها يعني احنا ودنا شويه ما نسقط سلوكيات الطفل على الظروف اللي يمر فيها العالم، لان هذه ظروف عالميه. خلونا نفكر ان احنا لما نبي اني نقيم سلوك طفل او نقيسه نسقطه على سلوكياتنا داخل المنزل. يعني انا لما اقول طفل عصبي اولا يطري على بال كل ولي امر يفترض ان طفلك هو مراه لسلوكياتك، فانت بالمرحله الاولى لاحظ نفسك، هل انت عصبي؟ هل أنت لما تتكلم معاه شنو أسلوبك؟ فهو مرآة لسلوكك. هذا أولا لاحظ نفسك. نعم. ثانيا لما أي أقول عن الطفل عصبي، أولا شنو مفهوم العصبية عندك؟ هل أنت لما تقول لما يكلم أخته يعصب وياخذ اللي بيدها فهو عصبي؟ لا، أنت لا تعطيه السمة وأنت مو فاهم شنو فكرة أنه عصبي. أنا لما أي أشوفه في سلوك أعتقد من وجهة نظري كولي أمر أنه عصبي، فأنا أقول لك في خطوات بسيطة تتبعها. انزل في جسمك لمستوى الطفل وخل عينك بعينه، فانت وانت واقف لا تقول هو عصبي وانت واقف وقاعد تكلمه وقاعد تصرخ، انزل لمستوى نظر الطفل، اهدى وانت تكلمه، انت لاحظه وان احنا كله شنو قاعدين نقول؟ انت كولي امر صحيح. دورك مو لا تسقط على الظروف الخارجيه، لا تسقط على الطفل، راقب نفسك اولا.
انزل لمستوى نظر الطفل، عينك بعينه، اهدى وانت تكلمه، ابتسم ووجه سلوكه. عادة الطفل يكون ردة فعله اللي نعتقد انها عصبية يا انه قاعد يدافع عن حقه، يا انه في شيء حاس انه هو مثلا انتهكت كرامته فيه، لان الطفل المفاهيم عنده غير واضحة لا زالت. اهم نقطة وجه سلوك الطفل، علمه شلون يتعامل مع الموقف. انت الحين خلينا على المثال نفسه اللي ضربناه، انه هو يبي ياخذ من اخته شغلة ما عطته وعصب عليها، فانت اعتقدت انه عصبي. انزل لمستوى نظره، اهدى وانت تكلمه، قول له انا وانت معصب ما افهمك. ليش؟ ركز على العصبية مو وسيلة ضغط عليك، ركز على العصبية كعائق للتواصل. انا مو قادر افهمك وانت معصب، اهدى اهدى حبيبي، زين تنفس تنفس، يلا تنفس. ليش؟ انا قاعد اوجه سلوكه شلون يسيطر على مشاعره وعلمه شلون يتصرف. ليش؟ لانه هو يبي ياخذ اللي بيدها بس مو عارف الوسيله الافضل، فبدال ما اعصب عليه وانبه واقول انت عصبي انت تصرخ، فانا قاعد اعزز سلبي. نعم. فانا يفترض طفل في هذا العمر اوجه سلوكه وعلمه شنو التصرف الصحيح، ولما يهدى ابدا امدحه، ما شاء الله صار صوتك واضح، بديت افهم شنو تبي، يلا عاد الحين ابتسم وقول لي خلني اعرف اسوي لك اللي تبي. اذا انا قاعده اوضح له ان العصبيه ليست وسيله للضغط علي، العصبيه هي عائق للتواصل وانا مو قادر احقق لك احتياجاتك. فهو شنو راح يكون عنده؟ الوسيله الافضل انه يهدى ويتكلم شوي شوي ويبتسم عشان ياخذ اللي يبي، لانه هو يبي شيء، هو طفل يبي صحيح. هدف ويبي يوصل له، مو الفكره العصبيه. يختلف عن العناد. يعني العناد موضوع اخر. يعني احنا يمكن انا يعني قبل شوي كنا نتناقش خلف الكواليس، فقاعد اقول لهم احنا عندنا مشكله شويه في المجتمع الكويتي او الشرقي بشكل عام، يتعاملون مع عناد الطفل كنديه، يتعاملون مع العناد كسمة في الطفل، ويبدون يتكلمون عنها. من الدش الزوارة قالت أنا ولدي عنيد راسه ما ينكسر، أنت لا تسمعينه أن هذا الشيء، ويبدأ الكبار الموجودين يضحكون ويصير محور نقاشكم، فيعزز الموقف عند الطفل، يعزز السلوك. العناد أحيانا ترى يكون سمة إيجابية، يكون طفل شخصيته قوية، طفل صاحب حجة، صاحب قدرة على النقاش. فإحنا العناد لا نأخذه بس من الجانب السلبي، أخذيه من الجانب الإيجابي. سمعي للطفل، تنازلي كولية أمر، مو أنا الكبيرة لازم كلمتي تمشي. هو طبعا صحيح. إيه؟ الكلمة الصح اللي تمشي، فيكون في أخذ ورد. يعني أنا عادة أنصح الأمهات أقول لهم في رباعية للتعامل مع الطفل العنيد. أولا حول تركيزك، اهدى، ارفض الندية، وحاور بلطف. والأربع محاور تدور على المدح. شلون أطبقهم؟ لما أقول لك حول تركيزك، لا تركز على عناده إنه هو المشكلة اللي دايرة، ركز على راية. حول تركيزك أنت الحين، يعني خلونا نأخذها كمثال، بنطلع بنروح الألعاب، وبطلع مع حمولتي وأبي ولدي كاشخ، أبي زقرتي مرتب، فأنا طلعت له ملابسية، قال لي ما راح ألبسهم، قاعد يعاندني ما يبي، وأنا طبعا أبي يلبس أفضل لبس، فيصير بيني وبينه نحولها حرب ندية. صحيح. يا كلمتي يا كلمته. إنزين لو حول تركيزك بحولها الحوار، أنت ليش ما تبي؟ يضايقني. إنزين عادي تجربة قايسة، إذا يضايقك ما خليك تلبسه. هني شنو؟ قاعدة تفهمين الموضوع وبتمشين كلامه، بس ما تبينه يحس إن هي ندية منو اللي يفوز وأنت فزت علي. لا، أنا أبي أفهم إن في حوار وأفهم رايك، وإذا رايك صح يمشي. لبس البنطلون اللي قاله الجنز يعور، ما راح يستانس. فهني انت شنو؟ تتنازلين وتمشين رايه، مو لان عاندتك، لان صار الحوار، حولتي التركيز من سلوك العناد والحرب الى ان الراي الاصح يمشي. حلوه الطريقه، عجبتني. إيه؟ فعلا بطريقه التعامل بالضبط. اهدي. ليش؟ مو نزلتي لو تكلمتي بهدوء، فما صار انه هو معاندك ومنو اللي يفوز، صار ان احنا قاعدين نتحاور وناخذ ونعطي. فاذا حول تركيزك، اهدأ، بعدين احنا شنو قلنا؟ ارفض الندية، لا تصير كلمتي مقابل كلمتك، منو اللي أحسن. وهم خلونا نركز في ارفض الندية، حتى الحوارات الوالدية بين الأم والأبو لما يكون فيها ندية واللي يفوز يحس بالنصر، ترى تتعزز عند الطفل. فارفض الندية مو بس بحواري معاه، حتى بالتربية بالقدوة شنو يشوف. رابعا شنو قلنا؟ قلنا احنا حول تركيزك، اهدأ، ارفض الندية، حاور بلطف. اللطف بالحوار مو بالنزر وبالأعصاب، عشان لا يحس انه قاعد ياخذ أوامر. ليش؟ احنا قلنا العنيد شخصيته قوية، فلا يحس انك يعني وايد
متسلطة عليه، خلي يحس أنه هو جزء من الحوار، حاور بلطف. وهذه الأربعة تدور على المدح بشنو؟ مو هو الحين هدأ وبدأ يأخذ ويعطي معك، ما شاء الله وانت هادي أسلوبك وايد حلو، صدق أقنعتني لما تكلمت شوي شوي، شفتي هذا المدح قاعد تعززين عنده قوة شخصيته. بعدين خليني أقول لكم شغلة، الطفل العنيد عززنا عنده جانب قوة الشخصية والحجة بالحوار وشلون يقنعك، ترى لما يكبر شوية لقدام ما راح يكون طفل عنيد يبي يلبس لبس ثاني، راح يكون معرض لأعراض من الانحراف بالمجتمع، لأنه راح يطلع من تحت يدك، راح يطلع في جماعات اجتماعية، في علاقات، في تواصل خارجي، في وسائل سوشيال ميديا، ما تدرين شنو اللي ممكن ينجرف له. فإذا أنت من كان صغير ما عطيتي مجال يعطي رأيه بحجة أنه عنيد، راح يكون أسهل ينجرف لأي وسيلة انحراف تمر بطريقة. نعم نعم. فهذا هو بين العناد والعصبية. نعم أستاذ عائشة، يعني كلام جدا مهم، وأتمنى أن المشاهدين ركزتوا في الكلام اللي قالته، لا نصب انفعالاتنا وغضبنا على أطفالنا، بالتالي هم مرآتنا، فأنت كثر ما تشوف طفلك تصرفاته انفعالاته فهذا قاعد يعكسك أنت. لكن هناك بعض الأطفال، كلنا نعرف أن الأطفال أو البشر كلهم عبارة عن أنماط شخصية مختلفة، بعض الأطفال عندهم عدم الرضا، رغم أن الوالدين عندهم الهدوء، عندهم اللي تفضلتي عنه، نقول الأربع محاور مهمة في الحوار مع الطفل، لكن شخصيته عدم الرضا، شلون نتعامل مع هذه النوعية من الأطفال؟ عدم الرضا، احنا اولا خلينا نشوف شنو الاسباب، لان عدم الرضا ما راح يوصل للطفل، يعني هي مو مثلا من سمات الشخصيه اللي يولد فيها ومثلا تكبر معاه وتعزز. عدم الرضا يعتمد على اشياء، يعني خلينا نقول عاده الطفل اللي عنده عدم رضا هو المدلل دلال زائد، هو المجاب رغباته الماديه، ليست الاساسيه، الحاجات الاساسيه لابد ان توفر للطفل، لكن الحاجات الكماليه موفره بطريقه غريبه، بطريقه لا يبكي، لا يزعل، لا يذيك خلقه، ولد اختي عنده وهو ما عنده، ولد حماتي، شفتي هذه الطريقه اللي توفير كل شيء، هذه تنقل الطفل الى مرحله من عدم الرضا، يعني احنا خلينا نقول بالكويتي خلاص ما يترس عينه شيء. كل شيء عنده، كل شيء عنده يوصل حق مرحلة من عدم الرضا، حتى لو تحاوره، حتى لو تعطيه ما قاعد يسعده شيء. هني أنا أقول لك في أشياء ثانية لازم تتوجه لها، لازم نوجه سلوك الطفل إلى تلبية الرغبات بصورة معنوية أكثر من إنها مادية. أنت اليوم شاطر بشتري لك لعبة، لا، أنت اليوم شاطر راح أعطيك فري تايم زيادة تلعب. نعم. أنت اليوم شاطر تعال بقول لك قصة بروحك. نعم. انت شاطر ألم احضنه وابوسه. احول تلبيه الرغبات من الماديه الى المعنويه، ممكن انقل تلبيه الرغبات اللي هي الشعور بالسعاده من الاخذ الى العطاء. شلون اقدر اختصر هذا استاذ عائشه؟ اعزز ثقته في نفسه، ممكن تعزيز الثقه بالنفس وهم اسلوب تلبيه الرغبات. نعم. من المادي للمعنوي. نعم. تاجيل الرغبات، مو كل شيء يبي ياخذ، يكون واقع، نكون واقعيين معاه اكثر. نعم. الواقعيه شويه. نعم. وهم بعد ترى القيمه ان تلبيه الرغبه بالسعاده بالاخذ تختلف عنها بالعطاء. نعم. فاحنا كذي. نعم. لازم نوجه الطفل لاكثر من جانب. استاذه عائشه، اكيد يمكن هذا من المواضيع المهمه اللي حبينا نطرحها في برنامج شاي الضحى، لانه فعلا كثير من السلوكيات عند الاهل تحديدا لازم يغيرون في طبعهم وطريقه تعاملهم مع الطفل علشان تتحسن، خلينا نقول، مزاجية بعض الأطفال أو بعض المشكلات اللي يواجهونها الأهل. شكرا لك، شرفتينا في شاي الضحى ونورتينا، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. أكيد أسماء نقول لا تربوا أولادكم في زمانكم فقد خلقوا لزمانا غير زمانكم. أكيد افتخار، ومع هذا لابد من الأهل أنهم ينتبهون بشكل يومي على طريقة تعاملهم مثل ما قالت أستاذة عائشة، وشون احنا قاعدين نتعامل، وهذا فعلا يعكس تربيتنا داخل البيت وطريقة تعاملنا. بشذي نكون وصلنا معكم للختام، نقول لكم مع السلامة. مع السلامة.